نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها: مهرجان أسترالي يزرع شرائح ذكية في أيدي زواره بدلاً من التذاكر. جاء في تفاصيل الخبر: تطوع عشرة من حاملي التذاكر VIP بمهرجان بوز فيست للتكنولوجيا والثقافة الذي سيعقد في ملبورن في استراليا العام المقبل للقيام بتجربة تقنية جديدة تعتمد على زراعة شرائح ذكية في أيديهم للتأكد من هويتهم والسماح لهم بدخول المهرجان بدلا من التذاكر التقليدية. إلى صحيفة الأيام البحرينية التي اخترنا منها لكم: حصل على بطاقة صفراء قبل صافرة البداية. حصل لاعب في إحدى الدوريات الآسيوية على بطاقة صفراء بسبب تصرف لا أخلاقي قام به قبل انطلاق المباراة، وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام اللاعب بضرب يد أحد الحكام الثانويين أثناء مصافحة اللاعبين للحكام، وهو الأمر الذي أثار استهجان الحكم ودفعه لتوجيه بطاقة صفراء له قبل بداية المباراة. واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية: غضب فقتل ابنته انتقاما من ألمانيا. أقدم رجل باكستاني يبلغ من العمر 33 عاما على قتل طفلته البالغة من العمر عامين فقط بعدما سيطر عليه الشعور بالغضب نتيجة رفض الحكومة الألمانية إعطائه تصريحا للجوء منذ عام 2012. صحيفة البيان الإماراتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: استدعاء الشرطة من أجل حبة كوسة. استدعى رجل مسن الشرطة في مدينة ألمانية بعد أن عثر في حديقة منزله على جسم غريب اعتقد أنه قنبلة تعود إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية. وبعد أن هرعت الشرطة إلى منزل الرجل اتضح أن الجسم الغريب ليس إلا حبة كوسة عملاقة يبلغ طولها 40 سنتيمترا. ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: عملات نقدية تحكي التاريخ الإسلامي في معرض في بيروت. انطلق في العاصمة اللبنانية بيروت معرض المسكوكات الإسلامية الذي يجمع عددا من هواة جمع الطوابع والعملات النقدية التاريخية حول العالم، ويشارك في هذا المعرض الثقافي والفني كثير من المهتمين بهذه الهواية من خلال عرض كتالوجات وألبومات فيها طوابعهم وعملاتهم الورقية والمعدنية المدهشة بأشكالها وألوانها وأحداثها المتعددة. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.